مع حضراتكم وجبه السواك كده، التركيب الكيميائي للسواك او اي الاراك لسنجرين. لسنجرين دي ماده مطهره قويه لقتل الجراثيم والفطريات والبكتيريا. وبعدين في حاجه مهمه جدا، العفص، مركبات عفصيه وهي مطهره قابضه توقف النزيف، توقف نزيف اللثه وتوقف نزيف الارحام كمان. ماده شبيهه بالبنسلين، بنسلين لايك سبستانس، وهي تخفف من حده الام الاسنان، مضاد حيوي قوي جدا جدا جدا، موجود في شجر الاراك. الياف سليولوزيه، ماده التنينات القابضه، ماده التنينات القابضه. نشوف اللي بعد كده، الحته اللي انا هقعد بعد كده، في كلوريد الصوديوم وفي بيكربونات الصوديوم وفي كلوريد البوتاسيوم وفي اكزالات الكالسيوم وفي زيوت عطريه مطيبه للفم وفي املاح معدنيه اخرى وفي بلورات السيليس، وهي ماده زالقه الاوساخ، ماده بتخلي الاوساخ دي تبعد الاوساخ، يعني ممكن سنان وصفره لو استخدم السوك عده مرات. الماده دي اللي هي السيليس دي بتعمل ايه؟ بتخلي الاوساخ يعني تشيل الاسنان وتلتصق بايه؟ بالسواك، يعني كانها ماده زالقه او ماده مزيله للاوساخ. الحقيقه انا عايز اتكلم هنا في حاجه غريبه جدا، وفي هنا رمل، يعني في كميات من السيليكا رمل، وكاني هنا النبات ده لما نيجي نعمله، ولذلك بناخد احنا السيقان وبناخد الجذور فيها نفس التركيب، وبعدين بنعملها زي فرشه. الفرشه دي بتنزل لي مضاد حيوي، بتنزل لي تنينات، بتنزل لي مواد قابضه، بتنزل لي مضاد حيوي. اهم حاجه في حاجه، لاحظوا يا جماعه ان فلوره الفم دي مهمه جدا، وعدد كبير جدا لما تختل فلوره الفم. الفلوره بتاعت الفم يعني ايه؟ يعني انا عندي في اي واحد عنده الفم بتاعه في بكتيريا وفي فطريات، بس الاثنين عايشين مع بعض عيشه تكافليه. يعني عيشه تكافليه يعني ايه؟ يعني في حسن جوار، وحسن الجوار ده او العيشه التكافليه بيخلي لا ده يضغى على ده ولا ده يضغى على ده. امتى ده يضغى على ده وده يضغى على ده؟ لما نستخدم مطهرات كيميائيه زي المضمضه بتاعت الفم القويه جدا دي، بتغير من ايه؟ من فلورا بتاعت الفم. يعني ايه تغير من الفلورا بتاعت الفم؟ بتعمل خلل في التوازن او العيشه التكافليه او العيشه اللي هي متفقين على حسن الجوار بين الفطريات وبين البكتيريا. وعشان كده على فكره عايز اقول حاجه في الحته دي مهمه جدا، ان في بعض يعني الشيوخ بتوعنا، انا ما اقصدش يعني الشيوخ طبعا المثقفين منهم والمتعلمين، دول راسنا علمونا الشريعه وعلمونا الفقه، ما حدش يقدر ينكر، انما المدعيين، في ناس مدعيه كتير جدا اللي اخذت الدين كمظهر واختزلته كانه ايه؟ ثوب قصير وسروال وما الى غير ذلك، وتشددوا الى ابعد حدود التشدد. وكثير جدا منهم يقول لك نجيب الطفل نحنكه، نحنكه زي ما كان سيدنا رسول الله يقول لك ديت. يا اخوانا لا، اي واحد فينا هيحنك طفل هيعمل له مشاكل كبيره جدا في ظهوره في المستقبل. وعشان كده عدد كبير جدا من الاطفال بتوعنا اللي بيتحنكوا من ايه؟ من الاشخاص دي، بيحصل ايه؟ بيحصل عنده انه يصاب بلوز ويصاب بمشاكل كتيره جدا، وبتنتهي الامور ان هو التهاب في المفاصل وما الى غير ذلك، ويشيلوا له اللوز، واللوز خط دفاع قوي جدا. ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ترياق، ريقه ترياق. يعني ريقه ترياق؟ ولذلك السبب هقوله دلوقتي، ان كل سيده من السيدات كان عندها طفل كانت بتحمله وتديه لرسول الله يحنكه، انما التحنيك دي سنه خاصه برسول الله فقط. انما احنا عشان نحنك اي طفل باي حاجه بالكلام ده، الفلوره بتاعتنا بتعمل له مشاكل كبيره جدا جدا جدا. ليه؟ لان هي لسه ما تكونتش وما عاشتش في فمه على المعيشه التكافليه او حسن الجوار اللي موجود بين البكتيريا والفطريات، ولذلك بتعمل مشاكل كبيره جدا. عشان كده انا بنبه يا جماعه في هذا الكلام، السواك في الحقيقه بيحافظ على المنظومه دي، يعني يحافظ على المعيشه التكافليه بين الفطريات وبين البكتيريا، وبالتالي فلوره الفم تبقى كويسه جدا. في عدد كبير جدا من الناس تقول له طلع لسانك كده قدام المرايه لقاه ابيض. كلمه ابيض معناها ايه؟ معناها في فطريات طغت على البكتيريا
واصبحت مفيش معيشه تكافليه، مفيش حسن جوار، والفطريات لما تطغى تعمل مشكله كبيره جدا جدا، حتى الاحساس بتاع الطعم بيختلف والبلع بيختلف، وبتبقى مشاكل كبيره جدا. وعشان كده يا جماعه نلاحظ الكلام اللي انا بتكلم عنه. الحقيقه المعجون دلوقتي في ناس كتير جدا قال لك طيب ما معجون الاسنان لازم ابريه كل مره عشان ينزل لي البنسلين لايك سابستنس، ينزل لي المواد العفصيه، ينزل لي المواد اللي احنا بنتكلم عنها، السيليكا اللي كانها يعني وكلوريد الكالسيوم وبيكربونات الكالسيوم واوكسالات الكالسيوم وكلوريد الصوديوم وكلوريد البوتاسيوم، كل هذه الاملاح اللي موجوده في الفرشه كانها بتعمل ايه؟ كانها بتصنفر الاجزاء اللي موجوده على الاسنان. عشان كده يا جماعه اللي بيستخدم السواك لقوا ان هو يحافظ بيشيل طبقه البلاك اللي موجوده بين السنه وبين الايه وبين اللثه. وبالتالي في نقطه مهمه، طبقه البلاك دي لما تقعد تزيد تزيد فبتعزل السنه عن الايه؟ عن اللثه، وتتعامل مشاكل كبيره جدا، وبالتالي تعمل مشاكل كبيره جدا في اللثه. وعشان كده هي كمان فيها مواد منع للنزيف بتاع اللثه، فيها مواد مطيبه للثه بتشيل طبقه البلاك، وبالتالي بتخلي السنان ارتباطها بالايه بالكلام، مفيش تعريه للجذور، مفيش اي مشاكل من المشاكل دي. ولذلك دايما اللي بيستخدم السواك بس يستخدمه ازاي؟ ما استخدموش مرتين، لا، بعد ما استخدمه ابريه مره ثانيه. وعشان كده خدوا المواد الفعاله اللي احنا اتكلمنا عنها دي وابتدوا يعملوها معجون اسنان السواك اللي موجود دلوقتي، منه الفرنسي ومنه الهندي ومنه الاندونيسي. نيجي نشوف الفوائد الطبيه للسواك او الاراك. يزيل الروائح الكريهه، طبعا هنا حاجه خطيره جدا، سبحان الله، بيزيل يعني بيزيل الروائح الخطيره فعلا بين الصلاه وبين الصلاه، وبيستمر فعله من 4 إلى 6 ساعات.